بالظبط. خلينا عشان برضو نفكر الناس، الكيك بوكسينج رياضة قديمة ما هياش جديدة في مصر، لكن الاتحاد بقاله 3 سنين مع إشهار الاتحاد أو تأسيس الاتحاد. أعتقد الموضوع بقى فارق بشكل كبير، لأن كمان أصبح هناك أبطال أو أعداد كبيرة أو أكبر من الأول بتشارك وبتمارس هذه الرياضة كمان على المستوى الاحترافي. فخلينا نعرف منك بس قد إيه فرق وعددنا قد إيه دلوقتي، يعني ده عشان بس الناس تبقى على دراية. إحنا أنشئ الاتحاد في 28/21/20، ما لم يكتمل 3 سنين بعد، يعني ما كملش عمره 3 سنين بعد. كان زمان كنا لجنه في اتحادات اخرى، كانت الانشطه بتاعتنا لما بنعمل بطوله فيها 300 400 لاعب بنقول ده انجاز. دلوقتي احنا بنعمل بطولاتنا تصل ل 10,000 لاعب في بطوله واحده، مش بكلم حضرتك في بطولات مختلفه، في بطوله واحده بنصل للاعداد دي. احنا جايين من اسكندريه، كنا بنعمل بطوله القطاع الشمالي، احنا بدانا نقسم مصر قطاعات ونقسمها مناطق، اقول لحضرتك ده بعد كده. في القطاع الشمالي تقريبا 1500 لاعب، من 1500 لاعب 2000 لاعب بيشارك في الحدث. الناس متفاجئه بكم الاقبال الكبير على رياضه الكيك بوكسنج. الكيك بوكسنج في مصر انتشر بشكل كبير في الفترات اللي فاتت. عايز اقول لك تقريبا في كل نادي وكل مركز شباب في مصر بقى فيه موجود كيك بوكسنج. الحمد لله. قدرنا بقى نعمل خطط عمل تساعدنا في الانتشار ده. قسمنا مصر بدل ما كنا بنعمل بس بطولات على مستوى الدوله، يعني بطولات الجمهوريه للانديه كلها بتتعمل في القاهره، بدانا نطلع بره القاهره. وعملنا المناطق، وعملنا بطولات المناطق، وبدات بطولات المناطق دي نعمل بطولات جمهوريه المناطق. الفكره الجديده اللي بعديها بدانا نعمل بطولات قطاعات. قسمنا الجمهوريه لقطاعات وبدانا نعمل بطولات قطاعات. مقصود بالقطاعات 4-5 محافظات مع بعض ويطلع منهم بطل. واعلنا للناس ان طريق المنتخب ليه اكتر من خط. الخط الاول بطولات الجمهوريه الانديه، الخط الثاني بطولات الجمهوريه المناطق اللي بتتصفى ويطلع منها بطل المناطق. الخط الثالث بطولات الجمهوريه القطاعات اللي كل قطاع بيلعب ويطلع منه بطل، نلعبهم مع بعض يطلع بطل القطاعات. لما بقول ان انا مدي الفرصه للشعب، لكل اللعيبه اللي بتحب الكيك بوكسنج في مصر، لطريق واضح قدام الناس ازاي تبقى لاعب منتخب قومي من خلال الطرق اللي انا قلتها لحضرتك ديت، فبقيت المنافسه اكبر. نخش بطوله الجمهوريه الانديه والولاد بتحاول، يطلع لنا بطل جديد في بطوله الجمهوريه المناطق، يطلع لنا بطل جديد في بطوله الجمهوريه القطاعات، المنافسه جوه المنتخب اكبر. ده اللي هيدينا فرصه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، خصوصا لعبتنا بقت اللعبه اولمبيه ان شاء الله 2028، ودي نقطه لازم نتكلم فيها ان شاء الله. طب ده خبر كويس باذن الله جدا. طبعا ادانا فرصه. هي 2028 هتبقى فين؟ روسيا ولا فين الاولمبياد؟ انا مش فاكره، مش فاكر والله. يعني باريس اللي جايه، خلينا هنشوف. تمام. انا الامر بالنسبه لي ولادي وتجهيزاتهم بشكل جيد اللي يخلينا ان شاء الله نرفع راس بلدنا عاليا ونعمل النتائج اللي استحقها بلدنا. طبعا احنا على مستوى المنتخبات القوميه قدرنا، عندنا كذا خط يطلع منه الابطال. منتخباتنا القوميه تباعا بدات تتجمع، يعني احنا عملنا منتخب العموم وعمل انجازات، واهمها انجاز النهارده احنا بنتكلم عن بطوله افريقيا للكيك بوكسنج. احنا لعبنا السنه اللي فاتت كاس افريقيا، وقالوا لنا ان كانت الدول الكبيره ما كانتش موجوده. احنا جبنا اول كاس افريقيا السنه اللي فاتت، وساعتها كان وبطوله افريقيا اللي كانت الشهر اللي فات ده. الله عليك. الفرق بين دي ودي ان احنا السنه اللي فاتت لما لعبنا قالوا لنا ان معظم الدول عشان كورونا ما كانتش مشاركه، ومصر جات لها فرصه انها تكسب من غير منافسه. بالبركه بالبركه يعني. السنه دي بقى قولوا لنا بقى، في وسط الكبار، في وسط كل الابطال العالميين اللي من افريقيا، المحترفين والهواة، الناس، العناصر اللي ليها اسم في العالم كدول وكلاعبين، قدرنا في المنافسه بتاعتنا ب 10 لاعبين ان احنا نحقق انجاز. ان شاء الله ان شاء الله يبقى اللي جاي احسن منه، بس انجاز كبير. عايز اقول لحضرتك ان انا في افريقيا بيتاهل 6 لاعبين للورلد جيمز، مصر اتاهل منها في الايفنت ده 3 منهم. حاجه تشرف. وجميل بقى ان فيهم 2 بنات في الايفنت ده. دي على فكره حاجه خلاص بقى والله بقى عادي دلوقتي. احنا عايزين الرجال بقى اللي يعني هم اللي ينافسونا بقى. يعني عايز اقول لك 4 ميداليات ذهب، اللاعبه اسراء 48 كيلو سافرت معانا في بطوله العرب جابت اول، سافرت بطوله كاس العالم. هي عندها كام سنه؟ البنت تقريبا 21 سنه. سافرت كاس العالم جابت اول، اللي جابت ثاني، سافرت بطوله افريقيا دي في التاهيل اول، اكرام اول عرب سافرت معانا في افريقيا، عملت وسافرت كاس افريقيا. وبتعمل بالوزن يا كابتن محمد؟ بالوزن طبعا. اكرام 65 كيلو، عملت حاجه تشرف، عملت سيمفونيه تشرف. كانت بتضرب، كانت بتلاعب الابطال وبتشيلهم من الطريق. اللاعب عبد الله مندو اتعمل له خطه تجهيز في ماتش احترافي، في ماتش احترافي كتاهيل للبطوله الافريقيه. في البطوله الافريقيه لقينا الموازين اللي فيها تاهيل مش ميزانه، ميزان اعلى 81 كيلو، صعدناه
كان هو وزميل لي. الميزان ده ليه قصه كبيره. احنا كان عندنا في الميزان ده بطل ثالث، عايز اقول لك ان مصر فيها قد ايه ابطال. كان عندنا لاعب اسمه بطل اسمه عقل، كان عندنا امل فيه كبير ان هو يتاهل. حلو. ظروف احنا بنلعب رياضه قتاليه، اللاعب ده اتصاب. كان عندنا اللاعب الشباب بتاعه محمد خالد، وكان عندنا كمان اللاعب الاخر اللي هو لاعب 75 كيلو والتصفيات 81. طلعنا ال 75 81 وحافظنا على الثاني اللي هو اللاعب الشباب. فوجئنا في النهائي عندنا الاثنين من مصر. حاجه كده انت قاعده ومبسوط يعني، حاجه تشرف. اتاهل اللاعب ده برده. في الموازين اللي ما كانش فيها تاهيل كان عندنا البطل دباوي 67 كيلو جرام. عايز اقول لك البطل دباوي خسر في البطوله العربيه. اوكي. وعايز اقول لك ان كان طبيعي بالنسبه لي انا عايز البطل اللي يكسب. وانا انا كرئيس اتحاد وكمدربين في المنتخبات القوميه كابتن فيكس وكابتن عبد الهادي شدوا عليه بشكل غير عادي. الفرصه انك تطلع تمثل بلدك امر صعب. مش اي حد يقدر يمثل البلد دي. وانت المره اللي فاتت ما اديتش افضل اداء. الراجل فاجئنا بتدريب بيموت نفسه. طبعا عايز يثبت لكم طبعا. عايز يثبت لكل الناس. برافو عليه. عايز يثبت لكل الناس ان هو كويس. في البطوله كان مقاتل غير عادي. الحمد لله قدر يبقى برضو بطل افريقيا. ده بقى غير احنا بنتكلم باربع ميداليات ذهب، ثلاثه منهم اتاهلوا. عندنا ناس اتظلمت يعني. عندي الولاد لاعب انور 63 كيلو ونص، نازلنا 60 كيلو. طبعا الامر كان صعب لان في وزن 60 كان هو المؤهل. اتظلم ولكنه ادى اداء تحسي انك متشرفه ان ده بطل مصر اللي بيلعب. عدي بقى على كل الابطال اللي يعني عندنا ناس تواني، الناس جابت ثالث، لكن كلهم بجد يشرفوا. عندنا منتخب خلى امين عام الاتحاد الدولي ينزل لي ويقول لي يا كابتن صبيح ايه ده؟ انتوا جهزوا الناس دي امتى وفين؟ اتفاجئ. احنا كنا في المنافسات اللي قبل كده القديمه كان منتخب المغرب يتصدر المشهد. احنا لعبناهم في خمس مواجهات، اربعه منهم فزنا. والخامس اتظلمنا. وعايز اقول لك المفاجاه مش لبلد، المفاجاه لكل البلاد. كل الكلام الناس اللي عارفه السوشيال ميديا وكل نجاح ناس في ناس بتحاربه، الناس لقيت ان مصر مش كلام، ده واقع. لما بيلاعب مصري اي بلد، لما بيلاعب مصري خلاص ده مكان. اللي جاي العالم. اللي جاي بالنسبه لنا كاتحاد مصري للكيك بوكسنج العالم. احنا عايزين نبقى ابطال العالم. ما انت بتقول حضرتك هتشاركوا في الاولمبياد تقريبا لوس انجلوس تقريبا حسب المعلومه. لوس انجلوس 2028. فدي خطوه محترمه جدا للعالميه، ويعني هتبقى انت كده جبت زي ما بيتقال سقف الموضوع. فيعني نحن نتمنى المشاركه ما تكونش مجرد مشاركه يعني.